صباح الخير يا هشام بيه. اهلا يا استاذ مختار. انا مش هاخد من وقتك كتير، انا جاي لك في عرض محدد ومباشر. وايه هو بقى العرض المحدد المباشر بتاعك ده؟ عايزك تسيب توفيق سليمان خالص، مش عايزك تحل له اي مشكله من مشاكله بعد كده. يا سلام، وده بقى مقابل ايه ان شاء الله؟ بقى مقابل حاجات كتير، اولهم حياتك، تانيهم شغلك، ثالثهم كارمن. وعايزك وانت بتسمعني تفكر في حاجه مهمه قوي. انا عاده في شغلي ما بهددش، انا بنفذ عواطي. حياتي تمام مفهوم، شغل البلطجه بقى بتاعك ده مختار والحاجات دي، بس شغلي انت مش هتفهم فيه اي حاجه ومش هتعرف تعمل فيه اي حاجه يا مختار. لا اعرف اعمل، اسمع كلامي واعمل كتير كده. سبتك تعمل الحركه الخايبه بتاعت نادر عز دي علشان يتنازل لك عن الشيك، بس ده عشان يبقى معايا دليل ادانتك انك بتتلاعب بمصالح العملاء لمصالحك الشخصيه. ودي لندن يا صاحبي، لو الحكايه دي اتعرفت هناك اسمك انتهى للابد. هو انت فاكر انك هتعرف تثبت اي حاجه من اللي انت بتقوله ده حتى لو صح؟ هو انا ما قلتلكش؟ اخص عليا، ما انا سجلت لك حوارك مع نادر كله في مكتب توفيق وانت بتهدده انك هتتلاعب بالاسهم بتاعته علشان تخسر. شفت؟ طب وانا ايه اللي يضمني انك تعرف تجوزني كارمن؟ اسم الله عليك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.